أمام حضراتكم ثالث مباريات اليوم الثامن لشهر رمضان، تصويبة من مسافات وهدف أول، هو بتشيني، هو تصويبة ولا أروع من سترينجاري، والمتابعة جاءت من بتشينيو لاعب العربي الكويتي ولاعب نادي الكويت الكويتي في كرة الصالات، متواجد في مكان كويس، رد الفعل ممتازة، طخ بوم بس خلاص، طخ بوم بس. الروضان مش بس مع فريق بي ام دبليو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الثقة، ثقة ايه وروعة ايه ومتعة ايه، الله 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 الله، شوف الجماعية، شوف الإيجابية، شوف الوان تو والكرة والتمريرة الحريرية ثم لمسة واحدة، لسه نازل لسه نازل يا جماعة لسه نازل، مفيش 7-8 ثواني الا وبيسجل برجله الشمال، برافو عبد الرحمن الطويل، 2-0 بي ام دبليو. يبدو ان نظارات القيروان 70 بطارق دياب، وجيل عظيم للكره التونسيه في ذلك الوقت. تغيير اتجاه اللعب على طول، سترينجاري لاعب البرازيلي في صفوف بي ام دبليو، سيطرين باللون الاسود على طول، بتشينيو يحضر ولكن على طول بيحافظ على كورته، يا ولد يا ولد يا ولد، مش معقول مش معقول، سترينجاري يسجل، لكن ايه بتشينيو ده، ايه بتشينيو ده وايه عظمته دي. ادي لويس فرنانديز المدرب البرازيلي لفريق بي ام دبليو، وبتشينيو سجل هدف وصنع هدفين، شوف البساطه اللي عنده، باص قصير صغير وجاله سترينجاري، حافظه حافظه وعارف معالم لعبه ايه وعارف تفكيره ايه، حطها له ببساطه لتدخل في المرمى بطريق الخط، وتصوير كما لو كنت في كاس العالم لكره الصالات، تحضير وتصويب، الله الله الله، الرابع عبد الرحمن المسبحي، عبد الرحمن المسبحي، متعه ايه، ثقه ايه، روعه ايه، هدف جميل، الله عليه الله عليه، هيعدي هيفوت هيباصي لها هيشوط، لازم اقول لك توت توت توت، كل جمهورك يا ولد مبسوط، جمهور البي ام دبليو. وزير خالد الروضان ودورة الروضان، وزير التجارة والصناعة، واصبح الان قطعا السيد عبد الله ناصر الروضان هو رئيس اللجنة المنظمة العليا على وقع خامس الاهداف لبتشينيو، يسجل رابع اهدافه في البطولة، بالشمال ماشي باليمين ماشي كله ماشي مع بتشينيو. تخدع حارس المرمى بعد ما اصطدمت باحد المدافعين، تغير الاتجاه لانه بالعكس